عروضها وحفلاتها هي ملكة الكوميونيكاسيون. اليوم فرحانين باستقبال النجمة التونسية منال عمارة. منال مرحبا. عسلامة. ما جيتش وحدك، معك النجم اليوم اللي بحمزة العروي. دونك العروية سامحني لهجتي الليبية الغالب ضعيفة. التوانسة يعرفوك بالكدي بالكدي وحبوك في ريبريز يمالي علي انظري. نتصور نجم نقولوا لي وجه السعد عليك. والله الحمد لله، يعني فيديو هذا كان غير لك حياتك، دور كبير له في حياتي. الفيديو اللي خلي منال عمارة تبعث لك مساج على انستغرام تقول لك اعطيني نمروك باش تبني. ليه الفيديو اللي تخلي منال عمارة تقول له باش تغني معايا انا لازم. فوالا دونك منال معانا برودوي جديد الكليب اللي عنده جمعه توا قاعد يتشاف وقاعد يتحفظ بالكدا على تيك توك ونشوف برشا ناس قاعده تعاود في الـ في الـ في الـ في الجمل الجمل نتاعو. ولا خاطر نحن في الكتابه من الاول بالكل اخترنا باش انه تكون جمل اللي هي كل تونسي ينجم يغنيها خاطرها بالحق تعبر على حياته معناتها. نرجع للفورما هذا ديو فيت. نتصور جاي مخر شويه فيت منال عمارة، توافقني نقول هكا ولا نوافق؟ مفروض عندك برشا. مفروض عندي برشا ماك تعرفوا معايا انا اللي يفتى المليح. كانت فما محاولات وكنت رافضه، كنت تحب تقعد وحدك والا لا في اللي فيت الحكايات هذوما راه كان نقول لك الواحد راني حاسبهم من الاول يكب عليك معناتها قبل وما تعملوش على خاطر الاغنيات يمكن ما كانوش ياسر عاجبيني، كانوش ياسر اللي انا نتوقعهم. وانا ما نحبش نعرف بكل شكونهم. صحيت ما كنت هذاك عايش مش نجاوبك. وقت اللي سمعت حمزه يغني قلت هذا هو اول فيتشرينغ باش نعمله. ولا والنتيجة نتصور حلوة برشا، الناس قاعدة تشوف الكليب، تدخلوا على الشين يوتيوب منال تشوفوا الكليب والغنية باش نسموهم بعد شوية. كان فما تكتم كبير على العمل هذايا. أيه. منال ما هبط حتى شيء. معناها خليني نقول فريق الأعداد للسبت اللي فات قبل ما طابت الغنية ما يعرفوش يعرفوا منال عندها فيت، ولكن حتى مع شكون ما نعرفوش مخبيتو. لا مش هكاكا. عندي برشا حاجات هبطوا. اش معناتها؟ عندي أغنية اللي هي الألوان الكل تواتني اللي معناتها انا صححت لي طومباسادريس دو لا مارك روني بلانش تاع صبغه تاع الشعر. وفي نفس اليوم الجمعه زاده الاسبوع هبط الفيتشرينغ مع سانفارا. بالضبط هبط دونك السبت اللي فات. بالضبط. وفي الاسبوع مع حمزه في نفس الجمعه. أي. دونك العشيه او تقريبا نصف النهار يهبط الفيت مع سانفارا. وفي الليل كليب منال فيت كيف كيف مع حمزه. ايه محظوظه ياسر انا. مش تخاف يغطيوا على بعضهم؟ لا لا ندخلوا كل... في المقارنات؟ لا لا كل ساعه انا الزوز فنانين نحبهم برشا وزوز فنانين بعاد ياسر على بعضهم، معناتها حمزه وسانفارا بعاد ياسر على بعضهم، راها اللي هي ياسر قوه. في نفس النهار شفت جمهور تاع فنان وجمهور تاع فنان اخر. اذا نعرف بسانفارا الجمهور اللي تبع في حمزه واللي ما يعرفش سانفارا. وفي نفس النهار نجم نعرف زاده بحمزه الجمهور سانفارا اللي ما يعرفش حمزه. تكتيك كل عام منه فيه زيت ويقلي. منال كي نكلاسيو موزيكة منال ونكلاسيو النجاحات ونقولوا ليلى عرسي نجيب الماني وجديد هذا لايف از جود، خليني نذكر الكليب موجود على الشين يوتيوب نتاعك. ثلاثه مختلفين على بعضهم، مش بوش لبعضهم، تنوع برشا في الموسيقى كيما الشعر. بالنسبه لي انا معناتها لا ميوزيك ماهيش ان ستيل قد ما هي احساس، قد ما هي فيلينغ. اليوم نحب نغني هذيك، غد نحب نغني هذيك، بعد غد نحب نبدا ديما نخمم في روحك. نبدا على المسرح، تبدا على المسرح كي تعملهم تهرصتهم الكل كيف كيف. حتى من الجمهور يفد ما فما الطابع هذاك. لا الطابع موجود. لا لا الطابع موجود، الطابع الحربيه موجود ما حتى مشكله. دو لي فاسون حتى من الجمهور تحس اللي هو ستانس بيا، معناتها ما عادش ما عادش يتصدم، فهمت؟ يقول لك كل شيء وارد. فيش اللي خبيتها بالكدا هي مفاجأة حمزة، حتى حد ما كان يتوقع انه باش يكون فما ان ديو مع حمزة. حمزة انت ما زلت حاشم وبخلاف صوتك المزيان الناس تحب فيك برشا الخجل هذا، قل لي انا نعرف برشا توانسة فنانين حرصوا باش يكلموك ويغنيوا معاك ديفيت قبل منال عمارة، ولكن ظهر لي منال هي اكثر واحدة عرفت كيفاش تقنعك باش اول فيت تكون معاها. ارتحت يعني مع منال هي اكثر. منال قالتها في اللقاء نتاع الهادي زعيم اللي تعدى الاسبوع اللي فات، نعرف هي واجد كانها وحده من العائله. يعني مش غريبه عليا منال. منال انت وجهت دعوه وحرصت باش يكون فما مقابل مادي.
اي هذه حاجه عاديه جدا. انا تبعت شويه الكومنتات فما لي فان نتاعك انت يقولوا لحمزه معناها يقولوا انت تخلص منال مش العكس. هو مانيش انا خلصت حمزه. هي انا نعرف لا هي شركه ال جي هي اللي خلصت حمزه. مانيش انا اللي خلصت باهي. هو انا نسال هنا انطلاقا من لي كومنتير فما شكون يقول لك المفروض منال حمزه هو اللي خلصك. منال هي عندها نجاحاتها عندها كليباتها هي اللي تخلص وهي اللي تكون عندها زادة شروط. اول حاجه نسالها حمزه مرتاح؟ حمزه تحب تغني هكا؟ حمزه تحب معناتها ما كانش فما حتى فرض ما فرضت عليه حتى شيء. حمزه ما نعرفش ما كانتش تخوفك شويه الحكايه اول كليب ليك يكون مع النجمه التونسيه منال عمارة اللي هي ناجحه برشا في تونس والكليب تخدم في تونس مع التوانسة بتتر تراها صعيب عليك شويه الانتيغراسيون نتاعك في تونس والجو التونسي هذا ليكيب تكنيك وليكيب ارتستيك. انا حقيت كل شيء سهل قدامي في تونس حسيت روحي من تونس. من اللي نحكيه على ثقافة الفيت هذية الأنجح هو اللي ياخو فلوس واللي حب يربح أكثر جمهور هو اللي يدفع. قولي منال شكون الفنان التونسي اللي مستحيل تكون موجود معاه في فيت حتى لو كان يدفع برشا فلوس؟ بالنسبة لي أنا فمش كلمة مستحيل نجم نغني مع الفنانين الكل ما عنديش مشكلة كان فما غنية باهية نغنيها هاكش نسميهم باه. ونحب هكا نفهم منك مخ منال كي تقول لي الاسم هذية أنا ندفع ولا هو اللي يدفع والا ما تغنيش بالكل. ارماستا ارماستا جيب سبونسور كبير يدفعنا زوز على خاطر خليك معايا في اللعبه مالي نعرفك تراوغ بالكدا بالتي زوز بارتي نجم جيب سبونسور كبير عدنان الشواشي شنو جيب سبونسور زاد به معناتها صراحه انا توا تشهرت من السبونسورات معناتها ولذا نجم نوظف اي سبونسور في اي حاجه. هات نبرب شو هالنقطه هذه شويه منال تشهرت قلت انت منال سبونسورات الجانب التجاري سيده الاعمال معناها منال اللي عندها الكوميونيكاسيون على انستغرام ناشطه بالكدا وتوظف بالضبط وتوظف الانستغرام الحاجات هذه اكثر برشا من نشاط منال الفنانه. على خاطر تو سامبلومون البيريود اللي فاتت توظيف نتاع الاجنس نتاعي وظفته للجمعيات الخيريه والاعمال الخيريه معناتها ما كنتش نجم نعمل حتى شيء اخر كنت ناشطه في حاجات خيريه. ايوه هذا يحسب لك شفنا معناها كميات كبيره حليب مقرونه وغيره في الجهات وغيره واستعملت الانستغرام انا كلمت لي سبونسور قلت لهم نعمل لكم بيبليسيتي غراتويت واعطيوني دي دون وصلت ل 127 تورناتا 27 تورناتا معناتها في دبو كبير وصلت كي ندخل تجيني الشهقه معناتها بالبكي تلمون كل انا نجمت نعمل هذا الكل معناتها الحمد لله فهمت قداش عندهم ثقه فيا. باهي تعرف منال في الاعمال الفنيه لضروره تسويقيه تلقى برودوي تذكر شفنا في مسلسل ولا اثنين لومبلاسمون تاع البرودوي مش المسلسل اللي خلص روحه غادي لكن يقول لك جماليا لا ماهيش حلوه فما بالك يبدا في عمل تلقى برشا ديسبونسور موجودين معناها الجانب الفني قاعد ينقص والجانب التجاري يعلى. ما هو هنايا فما كيفيه التوظيف سبونسور هنايا انا نسميها تريزه تريزه نتاع ماركتينغ هي وقت اللي انا نقدم لك سبونسور ما تحسش روحك انت اغريسي ما تحسش روحك انت لازمك تشوف هالماركه انا نقدمها لك الماركه وجو كري لو بوزوان عندك الحاجه انا نخلقها عندك انت تكون انت مثلا ما تستحقلوش الاكران دي كي تشوفه عندي تقول لازمني اكران كيما هكا هذيك هي القوه نتاع لا سوبتيليتي دو لا بريزونطاسيون دو برودوي. شنو يهم منال اكثر؟ نعرف هما زوز مهمين ومن بعد نجيك سي منير. الفني النجاح الفني توش ارتستيك تكون قويه والا التاثير التجاري يكون قوي. هو الميكس بيناتهم الزوز. قلت لك الاكثر اللي نعرف اليوم الزوز. معناها منال هذه يهمني فنيا تكون قويه اوكي وهذه يهمني كون تكون مؤثره برشا. اللي تهمك اكثر بيناتهم الاثنين اللي هي؟ اللي تهمني اكثر هو انه نكون مؤثره اكثر باش نجم